التسبيح بالسبحة لا حرج فيه، لأن السبحة هي ليست في ذاتها عبادة، يعني التسبيح بالسبحة ليس عبادة، وإنما هو وسيلة تعين على الذكر وتسهل على الإنسان العد في الأوراد التي يريد أن يحصيها. مثلا يريد أن يواظب على التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، أو يريد أن يقول سبحان الله 100 مرة أو 200 أو أكثر، ويشق عليه أن يعد بأنامله وأصابعه، فلا حرج عليه أن يعد بالسبحة، فهو أمر جائز ومشروع، وهذا من الوسائل وليس من المقاصد التي يتعبد بها، مثل الوسائل التي الآن تستعمل ويعني وليست موجودة في العصر الأول، مثل استعمال مكبر الصوت في الأذان. يعني الأذان كان على الصوامع، ما فيش يعني مكبر الصوت، مثل السفر إلى الحج كان على البعير ولا على الأرجل، والآن يعني بالطائرات، مثل وسائل الدعوة والتقنية الحديثة، استعمال الكمبيوتر واستعمال الأجهزة الحديثة في الدعوة، هذه كلها وسائل لم تكن موجودة في العصر الأول، ولكنها فيها مصلحة ويقصد منها يعني أمر هو مشروع وجائز، والوسائل لها حكم المقاصد ما دام المقصد مشروع ومطلوب، حج وإلا أذان وإلا عبادة ذكر، فأنت تستعين على هذا الذكر بالسبحة فلا حرج في ذلك. وقد ورد ما يدل على ذلك من عد التسبيح بالحجارة والأشياء اللي النواة وغير ذلك، ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يمنعه، وإنما قال لمن ولد يفعل ذلك أدلك على خير من ذلك، وطلب منه أن يعد بالأنامل، وقال إنهن مستنطقات. فلا شك أن العد بالأنامل هو أفضل، لأنه هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وطلبه، ولكن لم يمنع العد بالنواة وبغير ذلك من الأشياء الأخرى، فلا حرج في العد بالسبحة وبغيرها من الأشياء الأخرى، ولكن من استطاع أن يعتمد على أنامله ويعد بأنامله ويستطيع أن يحصي ما يريد من العد فذلك أولى وأكثر وأجرًا.